منذ تأسيسه بتاريخ 5 حزيران لهذا العام، دأب الاتحاد السوري الحر لكرة القدم على دعم الكفاءة الرياضية في كافة أنحاء المناطق المحررة في سوريا، وتحت شعار كرة القدم من أجل أن تستمر الحياة، استطاع الاتحاد السوري الحر ضم أكثر من 1500 لاعب كرة قدم ليتابع معهم المسيرة الرياضية رغم كل الصعوبات التي تواجه الرياضيين في سوريا. هدف الاتحاد السوري الحر بشكل عام هو من أجل أن تستمر الحياة، هذا شعار الاتحاد. فهلا حاليا مثل ما نكون شايفين، نحن دائما راح نبقى نعمل بطولات تجهيزيه للدوري القادم، والهدف الاساسي من هذا الموضوع هو البراعم والناشئين اللي هن راح يكونوا مستقبل سوريا بالنتيجه. وهنا في ريف ادلب تستمر البطولات المصغره لرفع لياقه اللاعبين ولتدريبهم على خوض مباريات الدوري الذي انطلق برعايه الاتحاد قبل شهر في كافه المناطق السوريه، حيث ستنطلق قريبا أيضا بطولات البراعم والناشئين الذين يتم تهيئتهم لدور أكبر كرياضيين في سوريا المستقبل. نحن حبينا أنه نضل هذا المجال الرياضي، ضل هذا المجال الرياضي أنه نستمر فيه، ما نوقف، ما نقصر على هالموضوع. إن شاء الله هلأ الأيام القادمة راح نباشر، يعني شغل في يومين راح نباشر بتدريب براعم والناشئين، وفي بدنا نعمل بطولات بالمنطقة المحررة إن شاء الله خير بإذن الله. إن المناطق المحررة بحاجة لأن تستمر فيها الحياة وسط القتل والدمار الذي تتعرض له نتيجة قصف قوات النظام لها، وفي رياضة كرة القدم الأكثر شهرة في العالم يجد اللاعبون مطلبهم وسعادتهم في الحياة مع وجود الأمل عندهم دائما بغد مشرق قريب. أحمد الصوراني بالريف إدلب.